النهارده عندي شغل كتير قوي في الجراج، نظافه بقى وحاجات زي كده. بس محتاج طبعا حد يساعدني. يا ساره يا ساره يا ساره. ايوه يا جدو، حضرتك كنت بتنادي عليا؟ كنت محتاجك تساعديني. ايه الريحه دي يا جدو؟ بصي استني بس، اتفضلي البسي دول كده في رجليكي من فضلك. النهارده بقى عايزين ننظف الجراج ده كله من اوله لاخره. يا جدو كالعادة كل مرة بنفضل ننظف لحد اخر اليوم وبعدين مش بيبقى فينا نفس. لحظة واحدة، ما هو احسن ما يبقاش فينا نفس عن ما تحصل حاجات اوحش من كده بكتير قوي. اوحش من كده ازاي يعني؟ يعني ممكن مثلا يكون فيه جراثيم، يكون فيه ميكروبات، نعية مثلا. لو احنا سيبنا الزبالة وقت طويل قوي في البيت بيحصل لها ايه؟ الميس قالت لنا لو سيبنا الزبالة بتعمل ريحة وحشة، والزبالة بتجيب حشرات، والحشرات بتجيب أمراض. طيب عشان كده بقى احنا محتاجين ننظف الدنيا دي كلها. انت عارفة ان جسمنا كمان محتاج يتنظف كل شوية؟ ايه؟ انت بتقول ان جسمنا محتاج يتنظف؟ انت اكيد بتهزر. انا بتكلم بجد يا سارة. طب والجسم بيكون في ايه ملوش لازمة يا جدو؟ انا مش فاهمة حاجة. مش احنا عرفنا ان الجسم فيه جهاز اسمه جهاز الهضمي؟ اللي هو بياخد الغذاء اللي في الاكل عشان يستفيد منه. فيه جهاز اسمه الجهاز الاخراجي عشان يتخلص من بقايا الاكل والحاجات اللي مش محتاجينها عشان ما تضرناش. جدو انا مش فاهمة اي حاجة. انا هشرح لك يا ستي، همثلك بالجراج بتاعنا ده. احنا عايزين ننظف الجراج. الجسم كمان بيحتاج ينظف نفسه، وعنده ثلاث وسائل للإخراج. أول حاجة ثاني أكسيد الكربون، ده لو قاعد جوه الجسم يبقى مضر جدا فلازم يطلع. بيطلع عن طريق إيه؟ عن طريق الرئتين. يعني أنا لما بتنفس بعمل كده، وبعدين الزفير ده بطلع ثاني أكسيد الكربون. أجرب؟ جربي. شهيق، زفير. يعني الزفير ده نوع من انواع الاخراج؟ طبعا يعتبر نوع من انواع الاخراج. اوف يا جدو في ريحه وحشه قوي، تعالى كده بص. ايه دي؟ سفنجه. انت عارفه بقى ان الاسفنجه والميه دي فكرتني بجسمنا برضو. احنا كمان جسمنا بيبقى عنده ميه زياده لازم يتخلص منها. اوف يا جدو، يعني الميه اللي بتطلع من جسمنا دي بتبقى ريحتها وحشه كده؟ ودي تاني حاجة الجسم بيخرجها بعد ثاني أكسيد الكربون. جسمنا بيحتاج أملاح وصوديوم، لكن لو زادوا قوي جوه بيحتاج إن هو يتخلص منهم عشان ما يضرهوش. عشان كده ناخد بالنا كويس قوي من أكلنا والأملاح اللي فيه. هو بقى بيطلع الأملاح والصوديوم عن طريق الجلد. يعني أنت مثلا لو عرقانة ودقتي جلدك كده مش بتلاقيه حادق شوية؟ كده بقوا حاجتين، أول حاجة هي الزفير، تاني حاجة هي العرق، وإيه تالت بقى حاجة؟ تالت حاجة بقى يا ستي هي ديت. أوف يا جدو ده ريحته وحشة قوي، عارف ده بيفكرني بإيه؟ مرة كنت في المدرسة مع صاحباتي وكنا داخلين الحمام عادي ولقينا الريحة وحشة قوي فما قدرناش وطلعنا نجري. أيوة بصي بقى، هي فعلا النشاذر دي ريحتها زي حامض البوليك بالظبط. حامض الايه؟ حامض البوليك. احنا عندنا في جسمنا حامض البوليك والبولينا، ودولت مواد نيتروجينيه لازم نتخلص منهم، فبنتخلص منهم عن طريق الكليتين في صوره بول. تمام حلو قوي. الكليتين دول بقى من اهم اعضاء الاخراج في جسم الانسان، لانهم بينظفوا الدم من البولينا وحمض البوليك. بسطها لي شوية يا جدو. طيب أنا بقى هوريكي موضوع الكليتين دول، بس لازم ننظف الدنيا دي كلها. هاتيلي كده من فضلك كيس زبالة. حاضر. تعالي بقى أوريلك الجهاز البولي ده شكله إيه. أهو يا ستي الجهاز البولي شكله كده. الكليتين بقى يا ستي زي المصفى دي، لان هي بتصفي الدم
من المواد الغير نافعة. الدم بقى بيخش الكلية وهو معاه مية ومواد نيتروجينية. الدم يرجع نظيف للجسم والمية والمواد النيتروجينية ينزلوا بقى في الخرطوم ده. يلا نجرب؟ يلا بينا. هاتلنا شوية مية. حاضر. بص يا ستي، ادي المواد النيتروجينية اهو، حبة هنا وحبة هنا. حط لنا بقى كده شويه ميه هنا وشويه ميه هنا. ايوه، ادي ميه ومواد نيتروجينيه. حلو قوي. عب دي بقى لحظه واحده، اتفضلي اهو. قلبي بقى لو سمحتي شويه وانا هقلب عندي. بصي بقى، تعالي نحط بقى الميه والمواد النيتروجينيه دي في المصفه بس بشويش قوي، علشان هي بقى هتبتدي تنزل من الكليه للحالب اللي هو ده الحالبين، وتنزل في المثانه على تحت على طول اهو. شايفه اهو؟ بس كفايه لنغرق. يا جدو، ده الموضوع ده طلع مهم قوي. مهم جدا، وانا عاوز اديكي نصيحه، لازم تتعودي تشربي ميه كتير قوي علشان المصافي تفضل نظيفه. النهارده اتعلمنا عن عمليه الاخراج والجهاز البولي عند الانسان. الجسم بيتخلص من الافرازات الزياده عن طريق 3 طرق للاخراج. أول طريقة عملية الزفير، عن طريقها بيتخلص الجسم من ثاني أكسيد الكربون اللي الجسم مش محتاجه. تاني طريقة العرق، الجسم بيتخلص من الأملاح الزيادة عن احتياج الجسم واللي بتدخل للجسم عن طريق الأكل. تالت طريقة التبول، الجسم بيتخلص من المية الزيادة اللي بتخرجها الكلى في شكل البولينة. افتكروا دايما نشرب مية كتير علشان نحافظ على صحتنا، وكمان ما ينفعش نحبس البول لفترة طويلة. طب يلا بينا بقى ننظف. ايه ده، برافو، انت اتعلمتي الدرس. يلا بقى ننظف كل حاجه ونشيلها من هنا. يلا اهو الميه، اتفضلي بشويش قوي. يلا ما تيجي نشيله كده على بعضه بره. يلا بقى. يلا يلا بينا.